هنتكلم طبعا مع حضراتكم عن الفعاليات اللي مكمله معانا. عندي فعاليات كتيره جدا ومفاجآت كتيره هقولها لحضراتكم، ولكن اسمحوا لي في البدايه ارحب بزميلتي سمر الزهيري في استوديو اكسترا في القاهره. مساء الخير عليك يا سمر. مساء الخير عليكي ميرفت، والحقيقه احنا مستمتعين جدا وانت بتسردي كل الفعاليات، واحنا في حصاد مهرجان العالمين. هذا المهرجان اللي يعني اصبح بيدي للصيف معنى وطابع خاص الحقيقه بيه في مصر. زي ما قلتي ميرفت، في مسرحيات، كان في حفلات جميع الاعمار جميع الفئات فيما يخص الاسعار، ايضا كان في أنشطة ترفيهية رياضية، كان في فعاليات تنموية، كان في كمان معارض منها معرض تنمية الأسرة المصرية، كان في أمور كتيرة جدا. عندك إيه كمان من مفاجآت يا ميرفت، وإيه زي ما بنقول في الحصاد وآخر أسبوع للمهرجان، إيه لافت بالنسبة لك؟ صح نعم سمر، يعني زي ما تعودنا أو خلاص تعودنا خلاص من ما إدارة مهرجان العالمين إنها يوميا عندها جديد. إحنا يمكن بقالنا من امبارح هنا سماء مدينة العالمين بتتزين، ويمكن وأنا معاكم على الهواء يحصل يكملوا الشو اللي إحنا كنا مستمتعين بيه منذ دقائق قليلة يوميا منذ أمس، وحتى على مدار الثلاث أيام امبارح والنهاردة وبكرة إن شاء الله في عروض من نسور قواتنا الجوية في سماء مدينة العالمين بالتعاون مع القوات الجوية السعودية. في الحقيقة بيرسموا لنا لوحة مبهرة في سماء مدينة العالمين بعرض الاير شو اللي بيقدموه بقالهم من امبارح والنهارده. ولو انت وانا جايه بشوف المنظر، الناس كلها سايبه كل حاجه، العربيات وقفت خط سيرها وبتتفرج على العرض اللي موجود في سماء مدينة العالمين، والالوان المبهرة والرسومات الجميلة اللي بيرسموها في سماء مدينة العالمين الجديدة، وبتكون على مقربة شوية، فقد كده بيكون ليها فرحتها والاطفال قد ايه مبسوطين وهم منبهرين بقوتنا الجويه وهي بترسم هذه العروض. وعايزه اقول لك ان مش العروض دي مش بس في اطار مدينه العالمين، يمكن يعني القرى القريبه من مدينه العالمين كمان بتوصل لها هذه العروض. تخيلي بقى تبقي قاعده على البحر كده وتلاقي الطائرات بتحلق وبترسم لك قلوب في السماء، يعني في الحقيقه صوره مبهجه، صوره جميله. وزي ما قلنا يعني في 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 بعد في بعد اجتماعي مهم قوي، وفي بعد يعني وطني مهم قوي. المهرجان في الحقيقه ان ما كانش معلن بشكل صريح، ولكن انا حاساه، لان ان انت تربطي كل الاطفال وكل الاعمار بمدينه جميله زي دي، يشوفوا قوتهم الجويه، يشوفوا الوزراء اللي كانوا موجودين والمسؤولين اللي بيتمشوا في وسطهم ومتواجدين، وساعات في منهم بيشاركهم في بعض الالعاب. في امان كبير قوي الحقيقه بتتمتع بيه مدينه العالمين الجديده. قبل ما انسى، احنا مش عايزين نظلم هذه المدينه الكبيره الحقيقه، ونلخصها في الجزء الشاطئي اللي هو مهم جدا وجزء المهرجانات، لكن كلميني بقى عن مستوى المعمار وتطوره من هذا العام والاختلاف اللي لاحظتيه عن العام الماضي. الاماكن السكنيه، لان احنا بنتكلم عن العالمين الجديده باعتبارها مدينه سكنيه تصلح للعيش فيها على مدار العام يا ميرفت. صحيح يا سمر، يعني بجانب طبعا بالتوازي مع المجهود الكبير اللي حاصل في مدينة العالمين أو في مهرجان العالمين عشان تكون وجهة سياحية ووجهة فنية للمهرجانات وهذه النوعية من الفعاليات، احنا كمان بالتوازي عندنا حجم إنشاءات ضخم عظيم جودة عالية. يمكن احنا كمان عشان كنا بنغطي العام السابق فنقدر نحس بفرق الاختلاف، فبالتالي هنلاقي في المعمار اختلف تماما، الابراج اكتملت، الواجهه اكتمل، الواجهات اكتملت، المدن اللي موجوده هنا، احنا بنتكلم عن مدينه من مدن الجيل الرابع، يعني مدينه مجهزه بكل حاجه. وكمان الفعاليات اللي بتتم، لما بنتكلم عن وجود رالي سباقات في الشوارع، بنتكلم عن رالي دراجات، بنتكلم عن كل انواع الفعاليات، يعني احنا بنتكلم ده يعكس قد ايه ان البنيه الاساسيه والبنيه التحتيه لهذه المدينه مجهزه ومعده باحدث الطرق اللي تمكن
منها ان هي تبقى مدينه عالميه، مدينه قادره على انها تستقطب اي مستثمر، اي رجال اعمال، اي استثمارات ايا كانت نوعها على مدار العام. وزي ما ذكرت يا سمر، هي المستهدف منها انها تكون مدينه قائمه وعايشه على مدار السنه مش بس شهور الصيف، وده بسبب حاجات كتيره الدوله وفرتها في انشائها لهذه المدينه. بنتكلم عندنا عن جامعات، مسارح، سينمات، مولات بتقدم خدمات، مطاعم، كافيهات، كل حاجة، مدارس، كل حاجة موجودة في مدينة العالمين تصلح أنها تكون موجودة على مدار العام. عايز أقولك على حاجة كمان، أن حتى في الشتاء، يعني ممكن الناس تقول طب هي في الصيف أجواءها لطيفة، لا، إحنا مقارنة بأجواء الشتوية اللي بيشهدها العالم في على مدار الشتاء، لا، هنلاقي أن مدينة العالمين الجديدة هي ما زالت الأفضل على وجه الكرة الأرضية في قضاء الشتاء، لأنها في الأول وفي الآخر هي بتتمتع بجو معتدل سواء صيف أو شتاء، فبالتالي فكرة أنها تكون موجودة على مدار العام. القطاع الخاص متواجد بشكل كبير جدا جدا، سواء من خلال الإنشاءات والمدن اللي أنشأوها، كل شركة هنا موجودة، شركات كبيرة، مطورين كبار جدا جدا لقوا ان مدينه العالمين فرصه قويه ان هم ييجوا يتواجدوا في المشهد والصوره بشكل كبير، فبالتالي فرصه كبيره للاستثمارات، فرصه كبيره للانشاءات، فرصه كبيره ان العماله اللي اشتغلت على هذه المساحه كبيرة من الإنشاءات وهذه المساحات والمباني العملاقة اللي موجودة دي، طبعا كلها حجم إنشاءات، ومصر بتعلن عن نفسها كوجهة استثمارية هامة جدا. إن شاء الله من خلال اللي احنا بنعمله ده أعتقد إن احنا قدرنا ننور اللمبة في، يعني لو صح التعبير، لكل العالم إن هم يبصوا على مدينة العالمين الجديدة. ويمكن الزيارات اللي تمت على مدار الفترة اللي فاتت من رؤساء ورؤساء وزراء وملوك جم يستمتعوا هنا بمصر وبمدينة العالمين وبجوها، وطبعا كل الوفود المرافقة ليها، كل ده بيفتح مجال كبير جدا جدا انها تكون وجهة استثمارية مهمة جدا جدا.